للأزمة حقيقة ولا أروع من كده. وكلنا كنا بنتابع النقيب لحظة بلحظة منذ أن علمنا بالحكم وحتى يوم 15 في طريقة إدارة هذه الأزمة. والحقيقة إنه ده إدانا أو إدانا أنا شخصيا مثال من أروع الأمثلة في كيفية إدارة أزمة بهذا الحجم وملف بهذه الخطورة يخص كيان نقابة المحامين ورمز نقابة المحامين. بأهنئ حضرتك للمرة الثانية على طريقة إدارة هذا الملف وتلك الأزمة اللي أثمرت في النهاية عن يوم نعتبره يجب أن نعتبره أنه صفحة جديدة أو بداية تأريخ جديد لتاريخ نقابة المحامين، لأنه قد إيه هذا اليوم كان عظيما في كافة النواحي، قد إيه كان هذا اليوم فخر لينا جميعا، حتى إنه بسماع الحكم في نهاية اليوم يمكن الواحد ما كانش مصدق نفسه أن هذا اليوم يخرج بهذه الروعة. اللي أروع من ده يا معالي النقيب ويجب أن نؤكد جميعا على ده هو مرافعة النقيب في هذه الجلسة، لأنه الحقيقة أنا النهاردة مثلا على سبيل المثال طلب مني من 10 من زملائي في محكمة في التجمع الخامس أنه أبعت الـ 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 المرافعة المسجلة صوتا ليهم وإحنا قاعدين في أوضة المحامين على الواتس، لأنه قد إيه كانت هذه المرافعة مثالا في كل لفظ فيها بيوصل رسالة معينة. أعتقد أن هذه المرافعة هي خلاصة ما قام به هذا المجلس طيلة هذه المدة. مرافعة النقيب في الجلسة هي ملخص للنهج اللي مجلس النقابة خده من 8/11/2015 حتى اليوم، النهج اللي احنا شغالين عليه، وانه ده دي مسألة بنقولها في كل المناسبات حتى في مناسبة الدفاع عن نقابة المحامين في هذه الجلسة. المحامين بعد ما شافت هذا اليوم واستمعت الى هذه المرافعة اللي كان مصدقنا نص نص صدقنا 100%، ربنا سبحانه وتعالى ساق لنا هذا الحدث علشان يكشف عن انه مجلس نقابة المحامين ما بيهزرش، انه ما اتخذناه من خطوات كان من الخطورة بمكان، حتى ان هذه الخطورة وصلت الى نقيب المحامين ذاته، واحنا برضو ما بنهزرش واحنا برضو مستمرين، حتى انه قبل الجلسة كانت الناس بتقول ما يقيدهم ويريح نفسه، لكن اثبتنا جميعا وفي القلب منا وفي المقدمة الاستاذ النقيب انه لن نتراجع عن قرار خدناه. الحقيقة لو استطردت في هذا الامر من فرط سعادة الشخص بهذا الحدث مش هخلص، لكن انا بنهنئ نفسنا جميعا وبنهنئ سيادتك بهذا الحدث.